الشامبو. نايس. فيكم تضحكوا عادي. بدنا نتعرف على حدا كثير بحبه. اول كوكب عن جد عن جد ريما استحكيت كثير كثير. نحن بالارز مع كوكب. بونجور. وانا كمان خلي لي هالصباح الحلو تاعي صباح اطيب ترويقه وغدا وعشاء بالارز عند كوكب. من هيدا بنعرف بعض 2005 2005 يعني انتوا عدوا. هلا رح ناكل ترويقة غير شكل. شو هي السوربريز؟ خبرينا عن السوربريز. هلا أنا هيك بدل ما أطبخ عرفت إنه في سوربريز بيت الطبخ. هيدي اللي عرفته. أنا هون بيض بالفخارة على ميميت. والفخارات من طين طبيعي صحي يعني. وصلة ترويقة بيض بلدي. اهلا وسهلا فيكم بمطعم كوكب. ايه اكيد بالارز كمان 100% الارز لكل العالم. وبي الفخاره هي السر فيها انه بيبقى الاكل فيها سخن لحد ما تخلص الكونتيتي اللي فيها بيض او بيض او ورمة. يعني بدنا ناكل شيء كثير طيب. اكيد اكيد يسعد لي صباحكم واهلا وسهلا فيكم. واهلا فيكم. كوكب قد ايه لك؟ نحن في 92 92 انا تعرفت عليك ب 2005 بس ما كنا شاطرين هلا احنا مبتدئين. انا صار عندنا عن جد مش بس الشطاره هي النفس هي بدها من كل شيء عطول الاكل عن البروتين مهم بيكون كمان مثلا القمح الكامل والشوفان عشان الخدمة تطلع طيبة. أكيد بدها في وقت بدها نظافة وبدها شغل مضبوط. بدها ربنا. على اعلى قمه بلبنان ما لازم تكون هينه. بدنا نكون مثل الزلحفه يعني ما كثير رح كثير كثير رح نوقف. رح عيد كل 50 دقيقه نرتاح من 5 ل 10 دقائق حسب الهمه وحسب قد ايه كل واحد شو بحاجه. نشرب ناكل نستعمل الحمام بالطبيعه نرتاح يعني كلنا اليوم بالطبيعه ما لازم نشرب مي ولازم نفوت على الحمام مش لانه نحن بالطبيعة منساعد بعض أكيد منحترم البرايفسي تبع بعضنا بس بليز هيدي من أهم الأشياء. اليوم الشمس كتير قوية رح نقضي تقريبا 8 ساعات ل 9 ساعات تحت الشمس. بليز بدي إياكم تكونوا عم تشربوا مي. أنا معي زيادة لتر ونص ما حدا يستحي هدول زيادة عن أنا الحاجتي فما حدا يستحي يطلب مني مي. أنا معي أنا شكرا كلنا تقريبا. برافو بس شربون يعني بدنا نخلص كل ميتنا وهيك بنخف كمان وجسمنا بضل يعطينا لانه المي كثير مهمه خصوصا على الارتفاع العالي. نحن هلا نحن رايحين من 2600 تقريبا على 3000 متر يعني نحن اوريدي بالارتفاع العالي وهي من اعلى جبال لبنان يعني فنحن هلا باعلى تقريبا هايك فيكم تمشوها كارتفاع بلبنان. اليوم غيرنا شوي بسبب النساف اللي مسكر فيمكن زدنا كيلومتر زيادة تقريبا. أنا هال من هون بلشتها بس
عملتها مرة بال 2018 بيجوا اللي ببلشوا يا من تحت يا من فوق بس رح نتساعد بطريقة واضحة. سو هيك خلينا نمشي كمجموعة نساعد بعض وإذا حدا بيش حيلا شي في عنا طرق نتواصل مع الجيش بمدرسة التزلج عنا طرق نتواصل مع أهالي الضيعة واللي بدكن ياه إذا حدا كتير 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 تعب أو في حيلا شي ما يستحي كرمال نحافظ على سلامتنا كلنا. أوكي. إذا حدا عنده تشنج طالعين يا صبايا. هلا هو عم بيقول لكم انه هو باتريك عم بيقول له سبسكرايب باتريك الكوري على يوتيوب. صباحا نحن طالعين من القرم هلا صرنا قريبين من بحر الأديب ومتوجهين على اعلى قمه بلبنان قرنة السوداء. تموز 2016 اول ما بلشت بدي اعمل السفن سمت قلت بدي اعمل هيك لوجو للسفن سمت بعدين اتطور وصار اليوم شركه بس هيدا اللوجو كتير بيعني لي لانه اول شيء زلحفه
عندي هي انا زرعت الجبل المارغريت اللي هي ورده المفضله. وبعدين بس تفوت الزلحفه على بيتها بتفوت على الجبل واللي هو بيروح على اللانهايه. اللانهايه هو بيتي بالجبل. كان فينا نطلع من البيست من الباركينج تبع البيستات ونربح 800 متر على كيلومترين ونص. طلعة مش هينة ابدا، تاخد يمكن وقت اقل حسب الشخص بس كتير بتاخد من الانرجي. سو اليوم قررنا ناخد هيدي الطريق وهون نقطة التلاقي لهالطريقين المختلفين. اذا بدنا نسميها هيديك الطريق الماونتينيرينج وهيدي الطريق. نحن هلا عم نفوت بالبلاتو الأرز اللي هو عالو فوق 2800 متر، هو أكبر لبنان ماي عنا يا لبنان، ما شايفين هالاستفادة الموجودين حوالينا، هن اللي بخلونا الماي بتبقوا تحتنا في المي الجوفية اللي هي نحن بنشربها في Yes.
guys read the français très bien. شو أصعب لحظات جويس؟ أصعب لحظة كاميرا عليك وقت عم نوقف نطلع هاي هي القمة لأنه ليكو قديش المقرب هو نفكر نطلع أو ما بنطلع أكيد بنطلع أكيد بنطلع Let's do this يلا فاينل بوش على الصمت نحن على أول
انت بتقلي برات الفيديو بس والله عليك ما بنلحق. يبا برافو هلا قال لي يا رعد يس 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 How was it نادين؟ Good ناتالي وينك؟ How was it؟ How was it؟ Amazing حولت لما نرجع Patrick, how was it? Das war wirklich sehr großartig. يلا, both of you, خبروني, how was it? Very nice. انتو خبروني. نحنا, اوف, ليك ضحكتنا نحنا يعني. Well done, all yes. the team, عامل شغل رائع. طولت شوام, لأنه النسيف مسكر. علينا صح. وهيدا الشيء أكيد خلينا نطلع أكتر. وننزل اكثر هيدا الشيء صعبه اكثر يعني يمكن عاملين اليوم 26 كيلومتر 25.73 على ساعتي انا هيك بعتقد جويس نحن وي ار سو براود اوف يو ثانك يو على هذا المشوار انا ام براود اوف يو جايز عملتوا مشوار منه هين ابدا لانه مثل ما قلنا طلعنا اكثر ونزلنا اكثر لانه نسيف البشر سكر الطريق فما فينا نبلش من بلال الحمد لله على السلامه بلال نحن بنشكرك انك نزلتنا بس كان نهار كثير لازم قوي. تطلع معنا يعني مش معقول نحن خلصنا وصلنا قاعدين هيدي السمت ويل دان مبروك السمت هون هون ومبروك ماونت تيرتل يس 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 دان